عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات السي سي ان ايه. ان شاء الله في الحلقه ديت هنكمل على الحلقه اللي فاتت، اللي هو الجزء بتاع الاسئله بتاعه الراوتنج بارت، اللي هو بتاع الاستاتيك راوت وكده، شابتر من اول 15 16 17 18. فاحنا هنختار الاسئله هنا، نختار 15 16 17 18 ونبتدي هنا نقول له ستارت. عندنا 45 سؤال. ماشي، أول سؤال: Which answer list as a task that could be helpful in making a router interface giga 0 على 0 ready to route packets؟ إيه الكونفجريشن من هنا اللي ممكن تجهز لي الانترفيس إنه يبتدي يعمل routing الباكتس؟ طيب، أول حاجة setting the interface description، حط ديسكريبشن او لا، ملهاش دعوه خالص بالاوبريشن بتاعت الانترفيس دي، حاجه كده كانك بتحط ليبل او تاج على البورت، ملهاش علاقه. كونفيجر ذا نو شت داون، اكيد على الجيجا، ماشي. احط اي بي ادرس واي بي ماسك كوماند، لا مفيش كوماند اسمه اي بي ماسك. احط اي بي ادرس، هو الكوماند كده اي بي ادرس ماسك، احط الاي بي والادرس والماسك، يبقى هي 2 و4. 2 و4 مظبوط، تمام. ماشي، which type of router port is commonly used to connect to an external modem so that engineers can remotely access the device؟ ايه هي البورت اللي بوصل عليها external modem علشان اليوزرز remotely access the device؟ فاكرين اللي هي الاوكسلري، احنا كنا قلناها في حصه المراجعه اللي فاتت دي على طول، وقلنا ان هي ما بقتش بتستخدم، فهو بصراحه تافه انه يسال عنها يعني، بس anyway ماشي. طيب، of Cisco iOS commands that are typically used to view interface IP address information, which one shows only the address but not the mask information configured for an interface؟ اللي هو شو IP interface brief ده، احنا كنا قلنا برضه في حصة المراجعة اللي فاتت ان هو بيطلع الـ IP بس ما بيطلعش الـ subnet mask، تمام. طيب، the exhibit shows، في هنا exhibit shows the output of show IP interface brief command on router 1. All the interfaces listed in the exhibit should work under normal conditions and have worked in the past. Which of the following is most likely condition that would cause the output shown in the exhibit؟ ايه غالبا السبب اللي سبب الاوتبوت اللي هيظهر دلوقتي في الاكزيبت ده؟ طيب نبص كده معانا، هنلاقي ايه؟ انترفيس فاست دوت اب اب، الانترفيس ده 0 على 1 اب داون، اوكي اب داون. السيريال ده داون داون، السيريال اللي فوقيه ادمنستريفلي داون، السيريال اللي تحته داون داون، والسيريال ده ادمنستريفلي داون. طب خلينا كده نشوف هو هيسأل على انهي انترفيس. طيب، the switch port connected to R1's fast 0 على 1 interface has been shut down on the switch. fast 0 على 1 معمول له shut down على السويتش. خلينا كده fast 0 على 1 up down. ده لو معمول له shut down على السويتش هيبقى داون، physical down. فالمفروض يبقى داون داون. لا، يبقى دي غلط، لأن هو لو فعلا الانترفيس يعني على الراوتر بتاعي لو فاست 0 على 1 البورت اللي قدامه على السويتش معمول لها شوت داون هيبقى داون داون مش اب داون، يبقى اول واحده دي غلط. طيب، the router on the other end of R1 serial 010 interface has been configured to use BBB but R1 still default to HDLC. هو الديفولت بتاع الراوتر على فكره HDLC على السيريالز. فهنا هو بيقول لك 010 010 ده 010، انا راوتري معمول HDLC وراوتر اللي قدامي معمول BBB،
يديني اب داون؟ اه يديني اب داون. طيب يبقى الاجابه الثانيه صح مبدئيا. R1 serial 001 doesn't have any problem other than the fact that no IP address has been yet assigned. يعني 001 كل مشكلته انه ما عليهوش اي بيهات. 001 داون داون، لا ما عليهوش اي بيهات، ما يديكش اي حاجه هنا، ما تفرقش حاجه خالص في الاوت باوت دوت الانترفيس عليه اي بيهات ولا لا. هو فعلا ما عليهوش اي بيهات، لكن كونه عليه اي بي او ما عليهوش اي بي ما يفرقش هو اب داون ولا داون داون ولا اي حاجه، ما ياثرش في الحالتين دول. ده ديت لاير 1 وديت لاير 1 وديت لاير 2، دي لاير 3. لاير 3 ستيتس الانترفيس عليه اي بي ولا لا، ما تفرقش اي حاجه في الستيتس بتاعت لاير 1 و2. يبقى الاجابه هنا لا. The serial link connected to 000 is having problems inside the telco network with the telco not currently supplying a clock signal. 000 000 administratively down اصلا. انا اللي قافلها، التلكو هنا ملوش دعوه، التلكو ده اللي هو يا جماعه السنترال ملوش دعوه. يبقى انا الاجابه بتاعتي الثانيه زي ما احنا قلنا. طيب السؤال اللي بعد كده، refer to the diagram which cable type is used in referenced location. هنا طبعا لازم الكيبل يبقى دي تي اي، او هنا كابل سيريال، تمام كابل سيريال لان انا عندي مودمز يبقى لازم يبقى كابل سيريال. You are troubleshooting connectivity issue with a router. You type in the command show IP interface brief. You noticed that status is administratively down والبروتوكول داون. ده معناه ايه؟ معناه ان انا عامل شوت داون للانترفيس. تمام كده؟ The output of show IP interface brief command on R1 lists interface status codes of down down. عملت show IP interface brief طلع لي down down. ليه جيجا 0 على 0. The interface connected to a LAN switch UTP straight cable. ماشي، ما ده طبيعي راوتر بالسويتش straight. Which of the following could be true. هنا down down غالبا بورت السويتش معمول لها شوت داون. فاول حاجه هتيجي عينيا عليها ايه؟ اي بي ادريسز ملهاش اي علاقه من غير حتى ما اقرا الاجابه. طب خلينا كده نشوف موضوع الشوت داون ده. بيقول لك ايه؟ ذا شوت داون كوماند از كارنتلي كونفيجرد فور ذا سويتش انترفيس اون ذا اذر اند اوف ذا كيبل. صح. طيب ذا شوت داون كوماند از كارنتلي كونفيجرد اون راوتر جيجا 0 على 0. لا، لو الراوتر نفسه بورته هي اللي مقفوله هيديني ادمن داون داون، ادمنستريفلي داون داون، لان انا عامل الشو على R1 نفسه. تمام كده؟ Which command would you enter to add an IP address on a router interface؟ الكوماند بتاع IP address ده، ولا في كلمة ماسك ولا في كلمة سبنت، ولازم هنا اكتب السبنت ماسك، يبقى هو التالت ده. Which of the following is different on Cisco switch CLI for layer 2 switch as compared to Cisco router CLI؟ ايه الفرق بين الراوتر والسويتش في حالة لو انا هقارنهم ببعض؟ The configuration on devices host name، لا هي هي. The number of IP addresses configured، لا ما اعتقدش، بس يعني خلينا نشوف. The commands used to configure simple password checking the console، لا. The configuration of an interface description، لا. يبقى هي الإجابة التانية اللي ليها علاقة بالاي بي هات. بس أنا حاسس إن هو كاتب الجملة نفسها غلط، بس هو يعني المفروض ده بياخد الراوتر الانترفيس بتاعه بقدر أكونفيجر عليه اي بي، السويتش اللاير 2 سويتش لا. Compare a router with no VLAN switching hardware and a LAN switch with no routing enabled. يبقى a router with no VLAN switching hardware and a LAN switch with no routing enabled، يعني router بس وسويتش بس. Which of the following commands might you see associated with the router CLI but not with the switch CLI؟ الكوماند طبعا بتاع شو اي بي روت، لان شو اي بي روت ده بيشتغل على الراوتر بس مش على السويتش اللاير 2.
لازم يبقى سويتش جواه راوتر اللي هو اللاير 3 سويتش. Which of the following commands don't list the IP address mask of at least one interface? Which of the following commands don't list the IP address and the mask of at least one interface? طيب احنا عندنا ايه اللي ما بيبينش ال IP address وال subnet mask؟ Show IP interface brief. شو بروتوكولز هيبين الاي بي والسبنت ماسك، شو انترفيسز هيبينه، شو ران هيبينه، شو فيرجن. هما الاثنين دولت ما بيبينوش الاي بي ادرس والسبنت ماسك. انا حاسس برضه سؤال غبي كده شويه. Which of the following installation steps are more likely required on a Cisco router؟ ايه هي الانستوليشن ستيبس اللي انا غالبا هحتاجها على Cisco router but not typically required on Cisco switch؟ هحتاج ايه؟ طيب connect ethernet cables، لا محتاجها على الاثنين. turn the on off switch to on، ملهاش علاقة يعني ما انا هفتح الراوتر وهفتح السويتش. connect the console port، لا connect serial cables. ماشي، لا هي دي صح. بص بقى هنا ايه، turn the on off switch to on. بص سويتشات سيسكو الصغيرة ما فيهاش زرار باور، اوكي، بس الكلام ده المفروض ادم قوي، يعني الكلام ده ادم جدا. يعني دلوقتي انا بشوف كل السويتشات فيها زرار باور، بس السويتشات القديمه قوي هتلاقيها على حتى على الباك تريسر ما فيهاش زرار باور، يعني انت بتوصل الفيشه السويتش بيشتغل على طول. رواتر سيسكو فيها زرار باور، فهنا بيقول لك ايه، تيرن ذا اون اوف سويتش اللي هو زرار الباور بتاع الاون اوف ده تو اون، ده لازم على الراوتر لكن على السويتش لا. لكن دلوقتي كل السويتشات فيها زرار باور. يعني راوتر ليست ذا فولوينج بارشال اوتبوت فروم شو اي بي روت كوماند، ده شو اي بي روت اوت ويتش انترفيس ويل ذا راوتر روت باكيتس ديستنيتد تو الديستنيشن ده. بص هنا بيتست اللونجست ماتش، انا جاي لي باكيت للديستنيشن 10.1.15.122، هطلعها على انهي انترفيس من دولت؟ طيب خلينا كده نشوف اول روت 10.1.15.100/32، يبقى لازم ال 32 بيت اللي هنا يشابهوا ده، لا ده مش حاصل، يبقى اول واحد ده لا. طيب تاني واحد 10.1.15.64/26، لازم 26 بيت في الروت التاني يبقوا شبه ده. طب ما تخلينا نفك ده ونفك ده، 10.1.15 10.1.15، يبقى انا محتاج افك اخر بايت هنا وال64 هنا. طب فك كده الاول ال64، 0 1 0 0 0 0 0. طب فك ال122، 0 1، يبقى ادي 64، 122 ناقص 64، خلينا بس عشان نعملها كده بسرعه، 122 ناقص 64 هيتبقى 58. طيب ناقص 32 ادي 26، وبعد كده ناقص 16 هيتبقى 10، وبعد كده 8 4 2 1. طيب خليني كده، في هنا 26 بيتا همت و26 بيتا همت متشابهين، لان هنا في واحد، يبقى هتطلع بالروت التاني ده اكتر روت شبهها. طب خلينا كده نشوف الروت الرابع ده برضه عشان ده سلاش 27. الروت الرابع ده 96 96، نفك كده ال 96، نفك ال 96 تحت هنا، هتبقى 0 1 1 0 1 2 3 4، وعندي سلاش 27، يبقى لازم 27 بيت يتشابهوا. هنا فعلا ال 27 بيت متشابهين مع ال 27 بيت، معنى كده ان هو الروت ده الروت اللي قبل الاخير ده. طب الروت اللي قبل الاخير ده هيطلع على انهي جيجا؟ 030، يبقى الاجابه هي الاجابه الثانيه. خلينا كده نشوف، بسم الله، تمام الاجابه صح. راوتر ليست، ماشي ده خلاص ماشي تمام. after configuring a working router interface with IP address subnet mask كذا، انا ادي هوت الانترفيس اهوت ده الاي بي بتاعه والسبنت ماسك. which of the following routes
would you expect to see in the output show IP route command. طبعا هيبقى عندنا two routes, واحد local بنفس ال IP دوت slash 32 وواحد connected بالnetwork ID slash 26. خلينا كده نشوف الأول اللوكال هوست 10.1.100/32 أهو 10.1.100/32 والكونكتد 10.1.1 دي بقى السبنت ماسك دي النتورك اي دي بتاعها كام احسبه لي ال100 دي كده فكها ال100 عباره عن صفر وبعد كده 64 هيتبقى 36 ومعانا 32 هيتبقى 4 16 لا 8 لا 4 2 1 طيب سلاش 26 يعني ده كده النتورك اي دي بتاعها النتورك اي دي بتاعها دوت 64 لان هحط كل دولت بصفار ارجع تاني ليه بتاعه السبنيتنج الحصص بتاعه السبنيتنج يبقى ده هيبقى دوت 64 سلاش 192 او السبنت ماسك دوت 192 يبقى هي الاولى والاخيره الاولى والاخيره Right. After configuring a working router interface with IP address اه ماشي ده احنا خلصناه معلش اصل هو النت قطع فانا عملت بوز ورجعت تاني ماشي احنا قلنا هيبقى في connected هيبقى connected وهيبقى local والانسر كده تمام ماشي Okay. Refer to the exhibit and the figure. في figure هنا وفي show طالع لي هنا. A branch out office is going to be using an Ethernet WAN link as the primary WAN link with a serial point-to-point link as a backup. يبقى في WAN link هيستخدمها وفي serial backup. The design uses OSPF over the Ethernet WAN link. What command enables you to configure a floating static route on the branch router? فين البرانش راوتر ده؟ هعمل floating static for network 200/24 للنتورك دي. طيب يبقى انا عاوز اعمل هنا floating static وهنا شغال OSPF. يبقى انا لازم اعمل static ب admin distance اكتر من 110. لازم اعمل static ب admin distance اكتر من 110 هنا هو جايب لي شويه كوماندز طب خلينا كده نشوف الاجابات بص مبدئيا قبل اول ما ببصيك كده انهي اللي اكتر من 110 الاثنين دولت طيب عاوز بقى اشوف انهي روت صح الاثنين دولت نفس النتورك بنفس السبنت ماسك بس الجيت واي مختلفه يبقى انا عاوز اشوف انهي جيت واي هنا انا عاوز اعمله رايح كده يبقى انا عاوز اشوف السنترال سايد باك اب دوت الاي بي بتاعه السيريال واحد على صفر ده اي بي هو كام ماشي ادي السنترال ادي الباك اب سيريال واحد على صفر اي بي هو 150 150 150 واحد يبقى هو الشو ده اللي هو 200 200 200 صفر سلاش 24 رايح ل 150 150 150 واحد والادمن ديستانس 130 تمام. Which of the following commands correctly configures a static route? IP ده صح IP route network وسبنت ماسك ونكست هوب. لا ما بكتبش هنا السبنت ماسك سلاش. تمام. A network engineer configures IP route ماشي. command on a router and then issues show IP route command from enable mode no routes for subnet subnet اللي انا كتبتها دي مش ظاهره في الراوتنج تيبل which of the following could be true غالبا الانترفيس داون داون ممكن يكون اهو قال لك انترفيس سيريال 000 is down صح router R1 lists a route in its routing table which of the following answers list a fact from a route that the router uses when matching the packet's destination address
طيب، فهنا بيقول لك ايه، ايه الحاجات اللي الراوتر بيستخدمها عشان يتاكد ان الروت دوت مناسب للباكت ديت. طبعا عندنا بيدور على السبنت اي دي والسبنت ماسك، تمام. اوكي، in the internet work shown in the diagram R1 is the central site router. R1 دوت central site router. And the R2 is a typical remote office router. R2 dot remote office. The network manager dictates that the remote routers should all use a default route to forward packets back to central site. يبقى R2 لازم يديفولت راوت ناحية R1. While the central site route should use a static route to forward packets to each remote office LAN. يعني R2 هيستخدم ديفولت راوت عشان يرجع ل R1، و R1 هيستخدم static عشان يروح لكل office LAN. As soon as the network engineer manager has correctly implemented this design, you connect to R1 and R2 using telnet and issue show IP route command. Which of the following answers list output you should see in the router? Okay. على R2 قلنا المفروض يبقى عنده ديفولت راوت، يبقى هيظهر عنده 0000/0 و admin distance 1 via serial. لا، المفروض انه ما يظهرش كده، لا المفروض، لان هو لو على السيريال هيقول لك is directly connected. طيب على R2 هنا ما فيش استريك، يبقى لا لازم يبقى ديفولت. طب على R2، انا هنا مركز بس دلوقتي على R2 هيظهر استريك اهوت، يعني ديفولت. يعني ايه؟ بصوا يا جماعه، في من هنا كده ديفولت، وفي هنا ستاتيك. R2 هيروح ل R1 بديفولت، و R1 هيروح ل R2 بستاتيك. طب R2 هيروح ل R1 بديفولت، هيظهر كده ادام هو على نيكست هوب، يبقى هيظهر فايا وكده، يبقى الاجابه دي صح، والاثنين دولت غلط. طيب R1 هيروح ستاتيك، يبقى مبدئيا الاجابه دي غلط، يبقى دي كمان صح، يبقى هي الرابعه والخامسه. ايه ده؟ لا لا، انا متاكد هي الرابعه والخامسه، لان ما دام فايا يبقى نيكست هوب مش اكزيت انترفيس. لو اكزيت انترفيس هيقول لك از دايركتلي كونكتد. لا لا، هنا انا متاكد هما الاثنين دول، دي غلط. وانت عاملها كده، جربها على الباكت تريسر وشوف هيطبع لك اوتبوت عامل ازاي. اوكي، ان انجينير كونفيجرز، لو احنا الحصه دي شكلها هتطول شويه بس ربنا يكرم. An engineer configures a static IP version for route on router R1. Which of the following pieces of information shouldn't be listed as a parameter in the configuration command that creates this static IP address, IP version for route? Engineer configures, معلش تاني، هيعمل static route. ايه الحتة من الانفورميشن اللي مش موجودة as a parameter في الكوماند بتاع اي بي روت؟ انا محتاج هنا destination subnet، subnet اي بي ده لازم يبقى موجود، subnet mask لازم، النكست هوب راوترز اي بي ادرس لازم، النكست هوب راوترز انترفيس لا ما بيتكتبش، يعني الانترفيس بتاع الراوتر اللي قدامي اسم الانترفيس نفسه لا ملوش لازمه عندي. طيب refer to the diagram which static route statements on R1 would be configured to ensure that all نرم all ايه هو الستاتيك راوت اللي على R1 يتعمل له configuration عشان اتاكد من الاتي. all normal device traffic going ل 30 30 30 صفر ده network would be routed via primary path. فين البرايمري باث ده؟ we all traffic going to server A would be routed via high priority path. فاكرين الهوست راوت اللي كنت كلمتكم عنه؟ انا كنت كلمتكم على نفس الكيس دي بالظبط، ما كنت بشرح الهوست راوت او الهوست روت. فبص هنا بقى محتاج اعمل هوست روت. طيب اول حاجه للسيرفر
انا محتاج اعمل هوست روت اهوت اللي هو ايه 30 30 30 100 سلاش 5 سلاش 32 هيطلع على 10 10 1 2 اهو. طيب وبعد كده 30 30 30 0 سلاش 24 30 30 30 0 اهو، لان ده السبنت ماسك مكتوب غلط، ودوت لا ده اصلا مكتوب غلط هو كمان. 30 30 30 0 سلاش 24 هيطلع على 20 20 20 2 اهو. يبقى انا لو هروح للسبنت ديت همشي كده، لو هروح للسيرفر همشي كده من فوق، يبقى هما الاجابتين دول. اوكي refer to the exhibit and the diagram. Which static route statement could you add to the central router؟ اهو السنترال راوتر اهو. To ensure that a default route always exists in the routing table regardless of interface status. اللي هو الكوماند بتاع permanent. الكوماند بتاع permanent. فهو عاوز default route على السنترال ده يفضل دايما موجود ايا كان الانترفيس ستيتس. يبقى مبدئيا عندي حتتين، هختار الحاجات اللي بيرمننت، وهو عاوز ديفولت راوت. الديفولت راوت بيتكتب كده، ما بيتكتبش كده، ده غلط. يبقى هو الاجابه الاولى. اوكي host B issues a ping command to ping host D IP address. يبقى host B عمل ping على host D. جميل. The ping command succeeded. حلو قوي. شكرا جدا. Which of the following statements is true regarding the ICMP echo request message sent by host B؟ ايه بقى عاوز يعرف ايه المعلومة للايكو ريكويست اللي طلع من host B دوت؟ واختار اجابتين. The frame holding the packet as it crosses the cable between switch 2 و switch 1 has a destination MAC address of a MAC address on switch 1. يعني الباكت اللي طلعت من هنا الديستنيشن MAC بتاعها كان switch 1. لا ده غلط. ليه؟ لان الديستنيشن MAC بتاعها المفروض يطلع الجيت واي بتاعها اللي هو راوتر 1، وهو هنا ما قالكش، ما جابلكش سيره ان دولت layer 3 switches، يبقى باي ديفولت دولت layer 2 switches. يبقى الإجابة دي غلط. The frame holding the packet as it crosses the cable between R2 و switch 3. الباكت اللي جاية هنا من R2 و switch 3 has host's B MAC address as the source MAC address. لا هو بيقول لك أنا عاوز الريكوست اللي طالع من هنا لهنا في الاتجاه ده. يبقى في الاتجاه ده الباكت اللي جاي من R2 لسويتش 3 هيبقى ليها السورس بتاع هوست بي؟ لا، الماك ادرس هيبقى السورس بتاع R2، لان الماك هوب تو هوب. انت عارف لو قال لك اي بي كان كلامه يبقى صح. طب يبقى كده واحد واثنين غلط. ايه تاني؟ The frame holding the packet as it crosses the cable between switch 3 و hub 1 في الحته دي has a MAC address on R2 as the source MAC address. صح، لان لو انا هبعت الباكت كده السورس MAC هيبقى دوت، ديستنيشن MAC هيبقى دوت، لان دولت layer 2 ما بيتحطش الماكات بتاعته. يبقى ديت صح، اول واحده صح، يبقى رقم 3 صح. طيب the frame holding the packet as it crosses the cable between switch 1 و router 1 switch 1 و router 1 هذا destination MAC address of a MAC address on router 1. صح برضه، يبقى الماك ادرس فعلا الديستنيشن راوتر 1، يبقى دي ودي صح. The frame holding the packet as it crosses the cable between R1 and local CSU DSU في الحته دي هذا destination MAC address of R2 serial MAC address. لا انت هتقول لي اه هو المفروض ليها الديستنيشن ماك بتاع ار 2، بس خلي بالك ده سيريال اصلا ما بيستخدمش ايثرنت، فاصلا ما بيستخدمش ماكات. فيبقى هي الاجابه 3 و4. 3 و4 مظبوط. طيب احنا هنخلص السؤال دوت ونقف، لان انا لما بطول السيشن عن نص ساعه بيبقى عندي مشكله في البروسيسنج بتاعتها
الضغط يعني بتاعها، وان انا اعمل لها ابلود على اليوتيوب. فانا معلش هقسمها على حصتين. طيب بي سي 1 was just powered on. بي سي 1 لسه فاتح حالا اللي هو ده. And has not yet sent any frames into the network. بي سي 1 has statically configured the IP address and the default gateway is configured as the router fast 0 على 1 على 0. يعني البي سي دوت لسه فاتح ودوت هو الجيت واي بتاعه. طب ليه هو بيقول لك لسه فاتح؟ هو عاوز يعرفك انه لسه ما بعتش اي ارب ريكويستس، تمام كده؟ فما عندوش ارب انتري، يعني اول باكت هيحتاج يبعتها لازم يبعت ارب ريكويست. طب وبعدين بي سي 1 سندس ا بينج تو 172.16.0.33 اللي هي الاستاذه اللي قاعده هنا دي، اند جيتس ا ريبلاي. What dynamic ARP entries should appear in the ARP cache of various devices in the network؟ ايه بقى الARP اللي المفروض يظهر؟ خلينا كده نشوف تاني. والراجل دوت بنج او الست ديت بنجت على صاحبتها اللي هنا، يبقى الترافيك المفروض مشي من هنا لهنا للجيت واي، وبعد كده من الجيت واي ديت لهنا، تمام؟ طيب نبتدي بقى نشوف 0 0 هات تلاتات ام بي سي 1 ارب كاش. مين الزيروهات تلاتات اهوت؟ يعني الماك ده هيظهر في الارب كاش بتاع ديت؟ لا، لان دي ما بتشوفش الماك ده، هي ليها اللاير 2 او الجيت واي اهيت. وخلي بالك دي ايزوليتد فيلان ودي ايزوليتد فيلان، يعني اصلا مش هيبعتوا اربات بينهم وبين بعض. طيب الوحايد ان بي سي 4 ارب تيبل بي سي 4 هيشوف الوحايد اللي هو بتاع بي سي 1؟ لا، لان هم برضو معزولين في فيلانز مختلف. وحايد ان ذا راوترز ارب تيبل؟ اه، لان التيبل هنا او الراوتر هنا هو الجيت واي اللي مشارك في فيلان 1 مع بي سي 1، يبقى لازم يبقى عارف الماك ادرس بتاع بي سي 1، يبقى هي الاجابه الاخيره دي مظبوط. طيب احنا زي ما قلت هنوقف عند كده النهاردة، وان شاء الله المرة الجاية نكمل بقية الأسئلة، وبإذن الله ناخد الفلاش كارتز. شكرا جدا.